الانديه الكبرى احنا بنعمل فيها معارض للمنتجات البيئيه بتاعتنا، كان تمور وكلام من ده، فكل الانديه بنروح لها بحيث ان احنا كنت عامل نسوق. معرض في الاكاديميه الوطنيه انا للتدريب. كنت عامل معرض في الاكاديميه الوطنيه، وان شاء الله احنا يعني في كل الانديه، بس مش عايز اذكر اسماء انديه عشان ما يبقاش فيه يعني نعم، نوع كل من الانديه كلهم انت حبايبنا. لسه بتتكلم في الفار، فمش عايزين ندخل احنا في الفار بقى ومشاكل الفار بقى. الفار اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا مصري مصر. وطني ضابط قوات مسلحه، عظيم احترم وطني جدا كله. يا فندم. الفنادق اخبار، ما فيش غير فندقين بس عندكم؟ لا عندنا 25 فندق بيئي. 25 فندق. بس في عندنا فنادق بقى، لكن احنا بنهتم بالفنادق البيئيه، لان كل الشخصيات العامه والناس اللي بيئيه يعني بيحبوا يعني التامل. مثلا يجي بالليل النجوم، مثلا ممكن انت في القاهره تقعد سنه ما تشوفش، معلش يعني لو بصيت السماء مش هتشوف اي نجم. هنا بتتمتع، تحس ان السماء فعلا جو صحراوي، بتبقى في حاجه. ففي ناس بتيجي للتامل، وفي ناس بتيجي هنا للشمس والمياه الكبريتيه والعلاج من الصدفيه والحاجات دي. نعم. والدفن بالرمال، كل ايه الدفن بالرمال ده الواحد دايما بنسمع عليه؟ لا والله في ناس متخصصين فيه، وليه توقيتات معينه. بتبقى هو مشهور في الوادي الجديد، بحيث ان حضرتك بتدف في الرمال لمده فتره، وبعدين بياخد عصائر معينه وبيبقى في مكان، هو بيقول بيشفي بعض الامراض، بس هي المتخصصين هم اللي اتكلموا فيها، لان انا برضه ايه مش متخصص لكن يعني المعلومات من ازاي. ضمن السياحه العلاجيه. من ضمن السياحه العلاجيه، بس في ناس متخصصين في الموضوع ده يعني. نعم. الجامعات، التعليم العالي، حضرتك مثلا الوادي الجديد بقاله اكتر من 20 سنه كليه تربيه وكليه زراعه وكليه طب بيطري تابعين لجامعه اسيوط. الحمد لله احنا برضه سياده الرئيس اصدر قرار في 2018 بجامعه الوادي الجديد بقت جامعه مستقله، ونزلت لها ميزانيات، وبدات خلاص الكليات هتزيد، واول كليه ان شاء الله كده امل لاهل الوادي الجديد هتتنفذ، اللي هي كليه الطب، وتم التصديق عليها، واحنا المبنى هيخلص السنه دي وهتدخل تنسيق السنه الجايه. طب الوادي الجديد من السنه الجايه. طب الوادي الجديد بضافه لجامعه الوادي الجديد. نعم. التربيه والتعليم، الكثافه عندنا مفيش كثافه في الفصول 50 وال 60 اللي بتسمع عليها ديه، 25 ل 30 28. عندنا مدرسه يابانيه، يعني انا بقول لك في كل حاجه تتخيلها. عندكم في الوادي مدرسه يابانيه؟ في مدرسه يابانيه في الوادي الجديد، احنا ضمن 40 مدرسه على مستوى الجمهوريه. نعم. يعني انا برضو الكلام بقول لحضرتك ليه؟ عشان المشاهد الكريم نعم يحس مدى الاهتمام بالدوله. يعني يقول لك ايه الوادي، ما هو وادي اهو، محافظه من محافظاته، وهي بعيده ومحدش واخد باله منها ولا حد عارف عنها حاجه وبتاع. لا، هي الحمد لله في القلب، وفي انطاق على البنيه الاساسيه فيها عالي الحمد لله، وبدات نتائجه ترجع تاني. الطرق بتاعتنا الحمد لله اكتر، بقول لحضرتك، من 60 70% من الطرق بتاعتنا طرق جديده، يعني لسه زي الطرق اللي بتشوفها حضرتك، طريق الضبعه وطريق محور رود الفرج والحاجات بس ايه كمان بارقام كبيره، 500 كيلو 300 كيلو 1000 كيلو. فاحنا بنشكر حضرتك، يعني واي استفسار، وندعوك بقى يا عبد امانه انت والقنوات الفضائيه المحترمه. انا خلاص ان شاء الله قدام حضرتك اهو، ان شاء الله هاجي، هتشرف ان انا هاجي الوادي الجديد تزورنا كده، والكاميرا بتاعتك، وانا عايز طبعاً حضرتك هاجي يعني ان شاء الله نعمل حلقه ويبقى زياره كده ونشوف اهلنا. وانت حضرتك كنت بتعمل حاجه كويسه، انك بالكاميرا بتطلع نعم، الكاميرا بتاعت حضرتك بتروح وتنقل لك الحقيقه. انا يمكن واحد يقول لك المسؤول بيجمل، انا بقول الحقيقه بقى حضرتك، المحافظه من اول العوينات حضرتك مسهل لك الوصول، والكاميرا بتاعتك تتجول وتصور كل حاجه. احنا اقول لك حاجه بقى، اخر حاجه، اتفضل. الطاقه الشمسيه، احنا عندنا الشمس 360 يوم، احسن مكان للطاقه الشمسيه موجود هنا في الوادي الجديد. لذلك احنا وزاره الري مشكوره، كل الابار الري عندنا الحمد لله عاملين لها خطه خلال مثلا سنتين ثلاثه كل اللي تبقى طاقه شمسيه. نعم. كل الدواوين الحكوميه عندنا عاملينها طاقه شمسيه. عاملين مبادره مع وزاره التربيه والتعليم ان احنا نعمل مدارس، المدارس الخضراء كل المدارس يبقى فيها طاقه شمسيه. المساجد نفس الكلام مع وزاره الاوقاف. فاحنا بنستفيد بالطاقه المتجدده عشان نبعد عن التلوث والضغط الكهرباء والتكاليف العاليه والكلام ده. مشروع الحرير ايه اللي عند حضرتك في الوادي؟ ده احنا لو اتكلمنا في مبادرات بقى، مبادره الحرير دي كان السيد رئيس الوزراء كنت بعرض عليه مشروع لاحد الشباب عندنا، كان حوالي 50 فدان. فقلت له على الفكره والموضوع ان احنا ننتج حرير. ففعلا سيادته امر ان احنا نصل من 500 ل 1000 فدان. فاطلقنا مبادره حرير، وان شاء الله احنا خلال شهر ثلاثه اللي هو وقت زراعه عباره عن بنزرع توت ونجيب البيض اللي هو بتاع دوت الاز، بتربى دوت الاز، بتعمل دوره. لسه احنا كان وزاره الزراعه عامله عندنا دوره تدريبيه فيها 200 شاب في مركز واحد، والمركز الثاني في يعني اشتركوا فيه حوالي 300 شاب على مستوى المحافظه.
دول بقى ممكن الدخل الشهري بتاعه لا يقل عن قد السيد وزير الزراعه كان عندنا موجود في اول معمل عملناه، كان السيد وزير الزراعه في زياره لينا قريبه هنا والسيد وزير الري واطلقنا المبادره بتوجيهات السيد رئيس الوزراء وان شاء الله وادي حضرتك هتلاقي دود الاز قدام حضرتك وصلنا الحمد لله للانتاج، بس لسه مش انتاج بقى ايه بيتباع بس مش انت، احنا عايزين نوصل للسجاد بقى نصنع من الحرير سجاد ونصنع ملابس ودوره كامله ان شاء الله، ودي السيد رئيس الوزراء متابع هذا الموضوع معانا ومعانا مستثمرين كبار وهيفيد المواطنين في بيوتهم. يعني ممكن البيت ياخد زي حضرتك شفتها اللي هي الستاند ده يربي في بيته واحنا بنزرع ياخد ورق التوت ويخلق وادي المكنه اللي صنعها دي بتلف بقى الحرير. حضرتك الشرنقه الواحده بتعمل حضرتك قد ايه بقى؟ 1200 متر حرير الشرنقة الواحدة 1200 1200 يعني شوف سبحان الدودة دي بتلف نفسها 1200 متر هيشوف هتلاقي اهو بيلف اهو الحرير اهو بتلف على على المكان اللي حضرتك شايفه. فدي حاجة مصنعة يدويا، احنا بقى هنجيب بحاجات متطورة معانا مستثمرين كبار هيجيبوا بقى المكن المتطور، هنوصل ان شاء الله لصناعة السجاد في يعني ماكينات احدث شوية يا ست المحافظ. هنجيب انا بقول لحضرتك دي تجربة كان عاملها تجربة مش دي المكنات اللي احنا لا مش دي، لا ده في مكنات حديثه جايه ان شاء الله بارقام يعني بارقام. السيد رئيس الوزراء متبني هذا الموضوع ومعانا السيد وزير الزراعه ومعانا برضو متخصصين من وزاره الزراعه في الحرير هيكونوا هم مسؤولين عن الموضوع. عندنا مصنع الملابس ده بنعمل بقى فيه اللي حضرتك قدام حضرتك ده ده شوف بنوفر فرص عمل ايدي عامله كتير ما شاء الله دي بيعملوا دورات، ده الست كمان بتاخد حاجات معاها البيت وتقفلها في البيت وتجيبها تاني يوم، وفي مكان موجود مع وزاره القوى العامله برضه بنوديه هناك في المنازل بنعمل هنا الزي المدرسي حضرتك لو يمكن نعم احنا يمكن المدارس عندنا كلها من اول ابتدائي اعدادي ثانوي زي كل حد كانها مدارس خاصه يعني، وبعدين بنديه اليتيم مجانا.